عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد في درس جديد. الوغ في هذا الفيديو اللي سبقات كنت حطيت لكم بعض الاكسسوارات ديال المطبخ، ومن بين هذوك الاكسسوارات كنت حطيت الليديدات ديال الثلاجه، وبزاف اللي بغاوني باش نصوب لكم هذوك الليديدات ديال الثلاجه. الوغ داكشي اللي غادي ندير اليوم في هذا الدرس ديال اليوم، غادي نحاولوا باش نشوفوا هاد الليديدات اللي هما على هذا الشكل هذا، ياك. الوغ غادي نحاول باش نعطي لكم الباترون، غادي نحاولوا باش نصوبوه جميع حنايا، وغادي كذلك نعطي لكم الطريقه ديال الخدمه ديالهم. الوغ بالنسبه لهاد الليديدات ديال الثلاجه راهم مشروع جد مربح. هاد الليديدات هادو كنصوبوهم غير من بقايا ديال الثوب، انا كنجمع الطريفات ديال الثوب اللي كيبقاو ليا من الخدمه ولا من الفصاله ديالي ولا شي حاجه، وكنخدم بزاف ديال منهم، ياك. وكيطلبوهم الناس بزاف، كاين اللي كتجي ما عندهاش الغرض باش تصوب هي كاع لي اكسسوار دو كويزين، كتبغي بعد النوبات غير الليديدات ديال الثلاجه، وكتبغي تاخذ منهم جوج كيل جوج دو بار ولا باش كتبغي تبدل، كتاخذ لوينات وكتبغي تبدل، ياك. دونك انا داكشي اللي كندير كنخدم منهم بزاف وتنحطهم، واللي بغات كتجي وكتاخذ منهم، صافي. دونك دابا هذا الشيء اللي غادي نشوفو هاد النهار. الوغ دابا غادي نحاولوا باش نصوبوا الباترون جميع، يعني نوريكم كيفاش نديرو ونصوبو، وغادي كذلك نوريكم كيفاش نديرو ونخدموه. الوغ الجديده ديال الثلاجه اللي غادي نخدموها اليوم غادي تكون على هذا الشكل هذا، ياك. الوغ هنايا لا فورم ديالها هي هذه، وهاد لا فورم هذه ولا هاد القياس هذا قياس ستاندر، كما كانت اليد ديال الثلاجه كتجي معاه داكوغ. وعندها واحد السداده كندير لها هنايا سداده باش كتسد غير في هاد البلاصه هذه، وهذه كتبقى هكذا واقفه في على حسب اليد ديال الثلاجه. الوغ هاد اليد هاد القبيطه هذه كتكون فيها من هنا حتى لهنا كتكون فيها 25 سنتيمتر، ياك. والعرض ديالها بحال هكا من هنا حتى لهنا كيكون فيه 17 سنتيمتر، ياك. وبعد النوبات كتكون اليد ضيقه، ما كتكونش هكا كاع عريضه. الوغ ديك الوقيته غير في الفيلكرو كنبقى نزير بحال هكذا، كنزير وكنصغرها كتولي ليا في القياس هكا صغيره، داكوغ. ولا كانت كبر من هذا الشيء كنولي عاوتاني كنوسع الفيلكرو وكتولي ليا كبيره، دونك كنلعب غير بهذا الفيلكرو هذا. كي باش قلت لك هذه راها ستاندر، داكوغ. الوغ بالنسبه لهاد لا فورم هادي ها هي كما شفتي، انا دايره واحد لو باترون اللي هو هذا، ياك. وهاد لو باترون هذا هو اللي غادي نشوفو كيفاش غادي نصاوبه، داكوغ. الوغ كما قلت لكم حنا عندنا في الطول من هنا حتى لهنا عندنا 25 سنتيمتر، ياك. الوغ غادي نجي من هنا حتى لهنا، ها هي عندي هنايا، دونك نجيب هنايا شويه، نجي انا كاع حتى للراس. انا خديت هاد الطريف ديال الكاريط هو اللي غادي ندير عليه هاد لو كاباري، هاد الباترون ديالي. والله ما رانيش انا اون بون بوزيسيون غير باش تجيكم التصويره تبان لكم، انا راني شويه مبعده على الطبله. دونك ها هي عندي هنايا 25 سنتيمتر هنايا بحال هكذا، دونك من هنا ومن هنا كذلك نحسب 25 سنتيمتر، ياك. ومن هنايا لهنا غادي نحسب 17 سنتيمتر، هيا عندي هنايا 17 سنتيمتر، وهنايا ها هي 17 سنتيمتر، ياك. دونك انايا غادي نتراسي هنايا، ومن هنايا دونك انا غير كنتراسي واحد لو ريكتانغل ديال 25، فوالا. دونك عندي هنايا من هنايا عندي 25 سنتيمتر، ياك. ومن هنا في هذه الجهه هذه
عندي 17 سنتيمتر ياك فوالا. دونك دابا انايا غادي نقطع هاد الطرف اللي عندي زايد ونخلي غير هاد لو ريكتونغ ديال 25 على 17. دونك هاني قطعت الطريفات اللي زايدين وبقى ليا هاد لو ريكتونغ هذا اللي فيه 17 سنتيمتر هكذا، وهنايا عندي 25 سنتيمتر صافي. هو هاد الباترون اللي هذا هو هاد القياس اللي عندي انا هنايا ياك. الوغ دابا اشنو غادي نجي ندير؟ غادي نجي وغادي نطوي هادي على جوج، غادي نجي هنايا ونطويها على جوج بحال هكذا دونك حنايا كنحاولوا باش نصاوبوا الباترون ديالنا ويبقى لينا ديما، وبه كنبقاو نحطو فوق من الماتلاسي ديالنا ونفصلو على الماتلاسي، ومن بعد عاد كنفصلوه على التوب. دونك انا طويته هكا على جوج، ومن بعد عاوتاني كنطويه على جوج بحال هكا. صافي دونك انا طويته على أربعة، هنا طويته على جوج وطويته على جوج ياك. دابا انا هادشي كله كنديرو غير باش نوريكم كيفاش تحصلوا على هاد الباترون هذا داكو. الوغ هنايا ناخذ مسطره، وهنايا انا هنايا بحال الا بغينا نقولوا هذا هو اللي مطوي عندي انايا بحال هكذا بحال هكذا، وغادي نعطيو له هاد لا فورم هادي ياك. الوغ هنايا عندي مطوي كله، راه هو هاد الطويه اللي عندي هنايا ها هي، وهنا كذلك مطوي بحال الا بغينا نديرو بحال هكذا بحال هكذا. دونك انا طويته على 4 باش تجينا سهله، باش تجينا هاد التقويصه بحال هكا. الوغ باش نديرو هاد التقويصه هادي شنو اللي غادي ندير؟ الوغ غادي نجي وغادي نحاول ندير دي تري هنا ياك، ناخذهم كوم روبير ونحاول ندير دي بوين نقيطات باش نعطي هاد لا فورم هادي ياك. الوغ اول حاجه غادي نديرها غادي نجي من هاد الجهه اللي عندي محلوله من هنايا ومن هنا، هنا راه عندي مسدوده على 4. الوغ اول تري نجي نديرو وهو انني نعبر هنايا 1 سنتيمتر، هنا ندير 1 سنتيمتر داكوغ 1 سنتيمتر ياك، ونطلع هنا ب 6 سنتيمتر فوالا، وندير ان بوان من هنا ان بوان، ومن هنايا كذلك 6 سنتيمتر وندير هنايا نقطع ياك، ونتراسي هاد لو تري هذا فوالا. دونك درت 6 سنتيمتر هنا هنايا ياك، ومن بعد نمشي ونطلع ب 10 سنتيمتر فوالا، هيا 10 هنايا وهنايا كذلك 10 سنتيمتر ياك، ونتراسي هاد لو تري هذا. دونك طلعت ب 10 سنتيمتر هنا ماشي بان لكم هنايا 10 سنتيمتر اللي طلعت داكوغ. دونك هنا عندي 1 سنتيمتر، هنا عندي 6 سنتيمتر، وهنايا عندي 10 سنتيمتر داكوغ. الوغ دابا اشنو اللي غادي ندير؟ غادي نجي هنا في 1 سنتيمتر نخليه هنايا، وفي هاد هنايا فين عندي 6 سنتيمتر غادي نطلع هنا غادي نطلع ب 3 سنتيمتر فوالا، وندير واحد الشريطه. وهنا هادي اللي درت فيها 10 سنتيمتر غادي نطلع بخمسة سنتيمتر فوالا داكوغ. دونك هاني كونت هاد النقيطات هادو، هادي وهادي وهادي، وعندي النقطة الأخرى صافي. ألوغ غادي نجي أنايا هادي، هادي هي اللي غادي نديرها في الوسط ديالي ياك، وغادي نجي من هنا من هاد البلاصة هادي ونحاول باش نلاقي هاد النقطة مع هاد النقطة ونجيبها حتى لهنا. دونك غادي نحاول باش ندير بحال هكذا ونجي من هنا نحاول نجيب هاد الشيء هكا مقاد بحال هكا حتى لهاد البلاصه هادي. دونك هاني درت هاد لا كوربور الاولى
داكوغ. ومن بعد نجي من هاد التحتاني هنايا، هنا فين عندي 1 سنتيمتر نخلي هادي ما نقيسهاش، نخليها هنايا ونجي هنايا ياك، ونولي عاوتاني ندير هنايا اون كوربور حتى نوصل لهادي. نمشي بحال هكذا بحال هكذا حتى نوصل لهنايا، هنايا نجي هنا هكذا هنا ونجي ندير هنا هاد لا كوربور حتى لهنايا ونجيبها حتى لهنايا صافي. دونك فوالا انا كونت هادي هنا حتى لهنا هكذا وهنايا ونمشي حتى لهنا صافي. ها هي لا كوربور ديالي كيفاش جات دايره، جات داير بحال هذا صافي. دونك دابا ما بقى ليا غير نقطع حتى لهنا في الو. غادي ناخذ المقاس وغادي نجي هنايا ونقطع هاد لا كوربور، يبان لكم نقطع حتى لهنا ونولي عاوتاني نجي هنا ونقطع حتى لهنا بحال هكذا صافي. وهي خرجت لي لا فورم ديالي ديال فوالا لا فورم ديال الجديده ديال الثلاجه ديالي صافي. دونك فوالا ها هنا كوننا ان باترون. دونك بهذه الطريقه هذه اللي درت لكم انايا دابا، هاد الطريقه اللي راني درت لكم بها يمكن لينا نصاوبوا كاع لي باترون اللي عندنا. كتاخدي واحد لا فورم ولا واحد لو موديل اللي عندك وتمشي بهاد الطريقه هادي تصاوبي دي بوين على حساب ديك الشيما اللي بغيتي وكتخرجي لو باترون ديالك. دونك حنا عرفنا كيفاش نصاوبوا لو باترون ياك، وعرفنا كذلك الطريقه ديال الخياطه ديال هاد القبيطات اولا ديال هاد الجديدات اولا هي في الحقيقه راهم الخشيوه ديال الجديده ديال الثلاجه، لان كتجي لي سهله ديك الجديده ديال الثلاجه داكوغ. دونك الوغ بالنسبه لهاد الجديده هادي حنا كما قلت لكم الوغ كنقبط لو باترون كنديرو فوق الماتلاسي ومن بعد كنقطعو على القياس ديال الباترون ومن بعد كنحط الماتلاسي فوق من الثوب ونقطع الثوب زايد على الماتلاسي ياك، ومن بعد كندير له هاد الخياطه هكذا وكنقادو كنقادو على حساب القياس على حساب الباتروناج اللي هو عندي اللي هو الماتلاسي داكوغ. دونك كنقاد الجديده كلها وديك الوقيته كنجي وكندير ليها البي. الوغ بالنسبه للبي انا كنبدا هنا، هيا كما كتشوفي كنبدا في هاد القنيت هذا بحال هنايا ياك، كنبدا من هنايا وكيجي كيسالي ليا هنا. علاش كنبدا هنايا؟ باش من نبغي نطوي من نبغي ندير ليها بحال هكذا الوغ هي هاد البلاصه هادي ديال البي غادي تطرق، غادي نغطيها بحال هكذا داكوغ. الوغ هنايا كندير واحد الطريف ديال الفيلكرو، هنا كنحاول ندير الحرش ياك فهاد البلاصه فين عندي لو بي، وهنايا كندير الرطب وكنجي وكنسدو بحال هكا صافي. وهاد الطريف هذا الو كناخذ هاد القياس هذا هنايا كتجيني هنايا تقريبا ديك 5 سنتيمتر ديال الفيلكرو هو اللي كنديرو هنا صافي، وكتسد بحال هكذا كتجيني بيان فيني ما بين فيها لا القياس ديال البي ولا حتى حاجه داكوغ، كتجي بحال هكا فوالا. دونك هادو بالنسبه للخياطه ديالهم. الوغ اشنو بقى ليا دابا؟ بقى ليا التزيين. الوغ الا كنت انا غادي نخدمهم مع السيري ديال لا كويزين مع لونسومبل كله، وبما ان كيكون التوب هكا مزوق الوغ نفضل نخليهم هكا بلا زواق، ما كندير لهم حتى شي حاجه كيمشيو بحال هكا سامبل. او الا خدمتهم انايا بالتوب اوني سورتو ملي كنخدم بهذوك لي شوت ديال ليوس ديال لاستيك ديال لي ماتلا اللي كنخدموهم كيبقاو لينا دوك المربعات، هذوك لي شوت هما اللي كنخدم بهم هاد الجديدات بالثلاجه ونخدم بهم حويجات كثير اخرين، ولكن كنخدمهم هنا فهاد الجديدات هادو. الوغ كناخذ هذاك التوب الاوني مثلا بحال هكا كنخدم بهم جويجات وكنديرهم كنزوقهم بوريضات. الوغ هاد الوريضات هادو راني كنت ديجا درتهم ليكم، انا غادي نحط لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف. دونك كندير في اللوينات وفي الشكيلات وكنزوقهم كيجيو على هاد الشكل هكذا. دونك كاين هكذا كاين عاوتاني بحال هاد الشكل هذا هكذا
دونك هاد الوريدات حتى هما راه كنا صوبناهم وحتى هما راه غادي نحطهم لكم في صندوق الوصف ياك. الوغ كيجيو بحال هاد الشكل. وكاين عاوتاني هاد المنيطر هذا هكذا. الوغ هنايا كنديروا وريدات. هاد الوريدات حتى هما راه كنا صوبناهم. الوغ حتى هما دابا غادي نحطهم لكم. الوغ كندير تويبات هكذا كيكون واخا تويب مزوق كندير هاد الوريدات بحال هكا وكنزوقهم بهم بحال هكا. كاين بحال هكذا كاين بحال هاد المنيطر هذا بحال هكذا. وكاين هكذا اللي كيكونوا كما قلنا غير التوب زوق كنخليهم هكذا سامبل داكو دونك. وكنجيو وكنحطهم انايا فواحد السليله كنحطهم فواحد السليله بحال هكذا. ها هما عندي مشكلين هنايا ودايرهم انايا كبشره كنبيعهم. الوغ كنصوم منهم بزاف. كاين بزاف اللي كيجيو كيبغيو ما يبغيوش هما كاع لونسومبل ولا ما كيبغيوش. كيبغيو غير غطا فوق الثلاجه وكيبغيو يديدات مثلا. اولا كاين اللي كتبغي غير ليديدات ديال الثلاجه كتاخذ جوج ولا ثلاثه ديال لي بار باش كتبدل بهم باش كيتوسخوا. لها وحدين كتصبونهم كتركب وحدين اخرين وهذا. يمكن لك تصاوبيهم انت لراسك ياك. يمكن لك تصاوبيهم وتعطيهم كادو ويمكن لك ديري منهم مشروع مربح. راه فريمون مشروع مربح. انا بحال هادو كنصوبهم كنبيعهم ب 20 درهم. هما ما قاموا ليا بوالو. هاد التوب راه هو غير دي شوت اللي كانوا عندي شويه ديال البيي وريدات. وانا كنصوب كنبيعهم ب 20 درهم داكو دونك فوالا. الوغ نتمنى على الله ان هذا المشروع يكون عجبك وان هاد لي موديل يكون عجبوك وعطيتك فكره باش يمكن لك ديري منهم مشروع مربح صافي. الوغ ومن بعد كما قلنا ملي كتصوبيهم بحال هكذا وكتسالي كتاخدي دي هكا دي ساشي. هاد لي ساشي راه ديال السيلوفا راه كيتباعو بالكيلو فوالا على حساب كل مدينه وشحال كيتباعو فيهم. حنا كيبيعوهم عندنا ب 40 درهم الكيلو داكو. الوغ بلايص اخرى يمكن غيقل ولا على حساب ما عرفت. الوغ هادو كنجي وكنديرهم لداخل. الوغ كنحاول ناخذ القياس ديالهم حتى الا ما كانش عندي القياس ديالهم كنقطع من الساشي وكنمشي على حساب القياس باش شحال ما كانوا محكومين في الخنشه ديالها في الساشي كيعطيهم منظر زوين ياك. وكنجي وكنطوي بحال هكذا وكندير لهم السكوتش وصافي وكيعطوني هاد المنظر هكذا صافي. دونك فوالا هادشي اللي كاين. الوغ نتمنى على الله ان هاد الموديل يكون عجبكم تكونوا استفدتوا معايا وتكون عطيتكم فكره ديال واحد مشروع مربح اللي يمكن لكم تطبقوه الا بغيتوا فوالا. دونك انا وصلت الاخر. الوغ ما بقى ليا غير نقول لكم بسلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل. السلام عليكم.